Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanati Recettes et Astuces. Nous, inchallah, on va faire ensemble une tarte au citron. Sahla w bnina. Tchouf fiha 100%. Donc, واش راح نديرو؟ واش نسحقو باش نلاطي. Donc, le fond de tarte تاعنا, اللي هي la pâte تاعنا, نسحقو 125 g de beurre يكون طري, زبده. تسحقي 80 g سكر, sucre glace. حبه بيض, مغرف تاع قهوه صغير, la levure chimique. تسحقي la vanille. دونك مغرفة كبيرة ونطمو كلش بالفارينة هذه بوغ لا تارت بوغ لو غارنيساج لا كريم او سيترون راح نديروها فوق لا بات تاعنا واش نسحقو 80 غرام زبدة غامولي نسحقو زوج حبات بيض اونتيير كومبليت دو زو اونتيير و زوج صفار بيض دونك زوج حبات كاملين وزود صفار بيض البيض البيض تاع هذوك الزوج اللي قاعد لكم حنطلعوهم نديروهم لا مورينغ نسحقوا لهنايا 80 غرام 75 غرام سكر كريستاليزي دونك 75 غرام سكر عادي كريستاليزي ونسحقوا لهنايا 100 مليلتر قرص جو دو سيترون فوالا pour la meringue donc les blancs d'œufs اللي قعدونا البياض البيض اللي قعد لي من لي زانغريديون حط لي زوج صفار بياض بيض هذاك نضربو ونطلعو بشحال نطلعوه ب 100 غرام سكر غلاس دونك لا مورينغ تاعي واش تسحق تسحق زوج صفار بياض بيض بلس 100 غرام سكر غلاس فوالا هذا هما المقادير تاع لا تارت او سيترون نجوزو ديريكت الطبق ونحط الزبده تاعي لازم تكون طريه دونك انا واش ندير نزيدها السكر ونخدمها بيدي هنا تولي لكم اون كريم كيما راكم تشوفوا هايك ندخلو مليح السكر هذاك نزيد الحبابيض تاعي ندير مغرفه فاني بدنا نديرو لافاني مليح هايك الكريم تاعي بصح قلت لكم اتيليزيو لا سباتول تعاونكم هنا ودوك ندير لا فارين تاعي ندير شويه دونك لا فارين ماشي ميزان ديرو حتى تنطم لكم العجينه فوالا وندير هذيك مغرفه صغيره تاع لا ليفيور شيميك ونخبط بالعقل هاي ليك لاباط تاعي طميتها شوفوا شحال تجي طريه هاد لاباط صدقوني طريه بزاف وبنينه بزاف هذه لاباط اللي ديروها دائما في لي فون دو تارت تاعكم تارتو سيترون تارتو فريز تارتو بوم كيما حبيتو هاد لاباط هايله سيوها وقولوا لي رجعوا لي بالخبر انا واش ندير دوكا دوك نحلها فوالا انا حطيت تابي دو كويسون من تحت باش ما تزلقليش البابي تاعي هكذا ديروها ديريكتومون في لو مول ما تعذبوش كي ترفدوها دونك فوالا هاي ليك لا تارت تاعي اللي درتها في المول تاعي كيما قلت لكم فرشوا فحلوها فوق البابي سيفوريزي درت لها تقبتها بلي فورشه بالون فورشيت ودوك نديرها 5 مينوت في الفريغو ماشي في الفريجيدار باسكو كي تكون الا كنتو مزروبين ديروها في الفريغو من تحت خلوها 5 دقائق حتى ما تشد روحها باش توما الكارد لا فون ولا كنتو عندكم الوقت خلوها 15 دقيقه حتى الساعه كيما حبيتو خلوها في الفريجيدار في الريفريجيراتور وين تحطوا لي ليغوم تاعكم خلوها تريح مليح ومن بعد ديروا لا فارس تاعكم انا قعدت لي عجينه دونك واش راح ندير دونك حنديرها في ديمول هذه التارتولات تاع تارتو سيترون هاي ليك شوفوا كي تقعد لكم العجينه جوست برك ملاحظه برك نشوفكم من بعد ديروا لا كريم و سيترون تاعنا كيما راكم تشوفوا دونك واش نسحقوا قلنا نسحقوا 80 غرام زبده طريه كيما راكم تشوفوا نسحقوا زوج حبات بيض كامله وزوج صفار بيض ونسحقوا 75 قلنا غرام سكر كريستاليزي اللي هو سكر عادي ونسحقنا 100 مليلتر ق
القارص، وهادو ما كامل نديرهم سيغ بان ماري، نديرهم في حمام مريم. دونك واش نبدا، جو في كاسي لي زو تاعي هنا، بسم الله. نزيد هادوك زوج صفار البيض، كاين بزاف لي يوتيليزيو قرصة ملح، أنا منديرش، فوالا. نزيد له السكر كيما راكو تشوفو. القارص أنا درت 100 مليلتر، كاين لي يحب طاختو سيترون قرصة بزاف، كاين لي يحبها ماشي قرصة بزاف، كل واحد لوكو. انا حندير لا موتي تاع هذا الكاس هذا وندوق، الا شتو مخصوصه قارص نزيد لها. دونك هذا نجيب معاك لا موتي ميليك نخلط، وهذا كل نديرو سيغ باماري. فوالا اني درتها فوق لو باماري تاعنا حمام مريم، ما تقعدوش ما تحبسوش من الخلاط سينو يطيب لكم البيض. تاعكم ما لازمش يقص الماء تحتها، دونك سيوب ديروا شويه ما نديروش بزاف، وراكو دبر هكذا. نبدا ندخل بالعقل الزبده تاعي المغصوب ونخلط. دونك هاي لك كما راكو تشوفوا، شوفوا هي عقدت، شوف. دونك انا هذه نحيها خلاص، فوالا فوالا. دونك كي كملت لا كريم تاعي كريم سيترون، دونك نطلعو ولاد الدجاج. دونك عندنا زوج بياض بيض هاديك، انا ما نديرش قرصه ملح، اللي حاب يدير يدير، انا بور موا نورمال. بسم الله كي يبدا يطلع لكم هكذا البيض، نبداو ديرو في سيترون غلاس بالعقل، نخلطو قبل هكذا باش ما يطيحش في السما. دونك فوالا طلعنا البيض كما تشوفو، وشكل لنا هذاك لو باك هذاك ما تشوفو فيه، معناتها نجح. انا في هذه المرحله كي يطلع لي مليح نكمل له لا سويت تاع السكر تاعي. فوالا دونك نخلط ونولي لكم. فوالا جو فيني الاخر تاعي، شوفوا شوفوا شكل لي الاخر. وكي ديروها هكذا تعرفوا بلي نجحت، كي تقلبوها ماهيش حطيح كيما كتشوف. شوف هي لاصقه، هي لاصقه في الريسيبيون ما طاحتليش، ها كيما كتشوف. دونك لا هذه دوك نجوزو لعمليه نكملو لا طاخ تاعنا تاعي طابت. انا نحب نحرقها شويه باش تجيني كروشيون، تجيكم تقرمش، واللي يحبها شويه خضر على هذه ما عليه غير ينقص لها في الطياب، هذا ما كان. دونك واش ندير، هاي لا كريم او سيترون تاعي، خلطوها مليح قبل ما ديروها وفرغوها فوق الطوخ تاعكم. خلو الفوق تاعكم شاعل باسكو حتى ترجعوها طيب، باسكو لا مارانك تاعكم لازم طيب هاديك، سقموها مليح ونزيد فوقها. لا ميرينغ تاعنا دونك فوالا، هاي لا طارت تاعنا. دونك راني درت لها لا ميرينغ، ديروا هذا لو جيست هذا كما راكم تشوفوا بلا فورشيت، شوفوا شحال تجيكم شابه، تجيكم شوكه. اي واجده لا طارت او سيترون تاعي حرجعها في الفوق، نخليها تحمر لي غير من الفوق، دونك شعلولها من الفوق خلوها تحمر لكم وطيب لكم هذيك لا ميرينغ. شوفكم هاي ليك لا طارت او سيترون تاعنا كما راكم تشوفوا. وفات انا كي رفدتها جلي لوبي، نحيتها من المول شوفي بستها، مي ليسونسييل لا تارت بنينه باسكو جي غوتي لو مورسو لي طاح سطريني روعه. وهاي ليك كما راكو تشوفو كيما شوكتها مشوكين كما راكو تشوفو. دونك فوالا جيسبر عجبتكم لا روسيت تاع اليوم، وسمحوا لي اللي كسرتها شويه، مي بالك نتوما كي تنحوها من المول بغير بالعقل، باسكو لاكم لا بات طريه بزاف، دونك ساعفوها وزلقوها فوق هكذا اون اسييت، وتجبدوا غير بالعقل لو بابي هذاك اللي درتوه من التحت هكا باش ما تكسروهاش، باسكو انا شغل جي في ايغور برك خطا مطبعي كما يقولوا. المهم خلاص لا غوسيت تاع اليوم، جيسبر كو لا تارت او سيترون تاع اليوم عجبتكم. نقول لكم
لا تنسوا تابوني وماشين، تهلاو في روحكم، سلام.